السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة من عتبة محمد في حياة أهل الريف. صباح الفل. النهاردة جينا برضو لشغل جرار روماني في أرض الرز. في ناس بتفرم زي كده، دي شغل درفيل وهنا شغل حرق. فأنا بصراحة بفضل الدرفيل، بينعم الأرض زي ما حضراتكم شايفين. أنا مع جرار روماني 93. أبو رجب صباح الفل. صباح الفل يا حاج محمود. الأرض هنا حضراتكم دي شغل درفيل، الحمد لله إن هما جم مع بعض. يبقى أنا بحب شغل الدرفيل. الدرفيل دي لسه طالعة السنة دي هنا في المنطقة هنا، أو السنة اللي فاتت بكتير، لسه شغل جديد يعني. وهنا في ناس بتحب تحرق برضه. طبعا الفل يا حاج محمود، طبعا الفل يا باشا. الأرض فيها غلط كتير. هنا وردة ووردان في كل حتة سبحان الله. النهارده يوم جميل قوي بصراحة، بحب أنزل يوم مغيم ده. أنا بروح شغل جرفيل أهو، جرفيل هنا بينعم الأرض.